الشباب بعتلنا حضرتك كتير، بنصلي ونبطل، بنبص ونتفرج، بندخل على النت ونشوف حاجات ضعاف، يعني المغريات عنيفة أمام الشباب. أما عموم مسألة الفتن التي يعيشها الشباب الذي ذكرته، أولا أبشر الشباب هؤلاء أن الحرقة أو الحسرة الندم الذي في نفوسهم والشعور لأنهم يضعفون ويريدون أن يرجعوا إلى الله ثم يضعفون ثم يريدون الرجوع إلى الله ثم يضعفون، هذه بشارة لهم بأن الإيمان قوي في قلوبهم لأنهم يحبون الله، وما دام يحبون الله فهذا مبشر بأن الله يحبهم، يحبهم ويحبونه. والله يا إخواني لو لم يحبكم الحق سبحانه وتعالى ما قذى في قلوبكم الألم، الضمير، هذا التألم، الشعور أنه يعني أنا عندي تقصير، الشعور بأنه لو حصلت مشكلة هذا أكيد بسبب تقصيري، لوم النفس هذا علامة على نور الإيمان. الشمعة موجودة لكن الشمعة تحتاج إلى حمايتها من الريح حتى لا يطفئها. الذي يطفئ هذا النور أو هذه الشمعة إقرار النفس على المعصية. الخطر أين يحصل؟ أخطر من المعصية، المعصية خطيرة، لكن الأخطر من المعصية إقرار النفس على المعصية. لا سهل ربي غفور رحيم وعادي، يعني خفة وطئ المعصية على النفس، سهولتها على الإنسان، هذا خطر يدل على أن الإيمان بدأ يسحب والعياذ بالله. الأمر الثاني مع إقرار النفس الإصرار على الاستمرار مع اليأس من أني لا, لا, لا تقول إحنا ما في فائدة، الزمان صعب وإحنا مش قادرين، وجربت 15 مرة 16 مرة 20 مرة، تبت 50 مرة ورجعت. نقول ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. الله. إذا كان الشيطان لم ييأس في أن يدخلك النار، كيف أنت تيأس في أن تدخل الجنة؟ ففي كل مرة تشعر فيها أن نفسك قد غلبتك وأن الشيطان قد أخذ بزمامك، ارجع إلى بيتك وتوضأ أو توضي، صلي ركعتين، وفي السجود قل يا رب، يا رب جسمي قد جعلته أقرب ما يكون إليك من السجود، ولكني أشكو إليك قلبي ونفسي، وأسألك أن تأخذ بقلبي ونفسي إليك حتى أذوق حلاوة الصلة بك فأتقزز من المعاصي. خاطب الله بما تستطيع من عبارات، خاطب الله بما تفهمه من لغة، أشكو نفسك إلى الله، ألقي بنفسك على باب الله، ارمي نفسك على باب الله عز وجل، واعلم أنك إن فعلت ذلك بندم وبصدق وبعزم على عدم العودة لن تسلم من صلاتك إلا وقد غفر الله ذنبك. ثم بعد ذلك عليك واجب ما دام أكرمك مغفرة الذنب أن تأخذ بالاحتياطات. ما الذي يوقعك كل مرة بالذنب؟ أصحاب سوء يعني سيئين يسهلون لك الخطأ، بالتدريج انسحب، لا تكبرا لكن حماية لنفسك. عادة معينة حاول تغيرها، وضع معين حاول تغيره، وجاهد نفسك. الله تعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله وعدك أنك إذا جاهدت نفسك من أجله سيهديك السبيل. فإذا وقعت مع ذلك مرة أخرى ارجع مرة أخرى وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك بذلك في جهاد في سبيل الله، واعلم أنك بذلك تتبدل سيئاتك إلى حسنات، بشرط ألا تحول المسألة إلى تلاعب. تحدثك نفسك بالمعصية فتقول حرام، فتقول لك لا، ما أنت تعمل وبعدين تتوب. تتوب لا، هنا لعب. الحق عز وجل الإصرار على المعصية هذا استهزاء بالحق، لا ينبغي أن يكون. لكن لا، أنت حاولت تمنع نفسك وامتنعت، لكن في لحظة من اللحظات ضعفت ووقعت، ارجع إلى الله يفرح بك سبحانه وتعالى. وأختم في هذا المعنى بحديث صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث مفرح للقلوب يا إخواني. ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأروي الحديث بمعناه والحديث صحيح، إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب واستغفر قال الله سبحانه وتعالى لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أذنب ثم تاب واستغفر أشهدكم أني قد غفرت له، فيسبق عليه القول فيقع في الذنب مرة أخرى، فيندم ويتوب ويرجع إلى الله ويستغفر، فيقول الله للملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، شوف أنا اللي أغلط وأذنب، بمجرد الرجوع إلي يباهي بي الملائكة الذين لم يذنبوا. ما أعظم هذا الرب وأعظم محبته لنا، ما أعظم محبته لنا. يقول انظروا يا ملائكتي إن عبدي أذنب ثم تاب ثم غلبت عليه نفسه ثم تاب أشهدكم أني غفرت قد غفرت له، فيقع في الذنب مرة ثالثة، فيقول الله فيتوب ويستغفر بصدق، فيقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أذنب فعليم فتاب فغفرت له، ثم غلبت عليه نفسه فأذنب فتاب فغفرت له، ثم غلبت عليه نفسه، وانتبه للكلمة هذه، فعلم أن له ربا يغفر الذنوب فتاب ورجع إلي يا ملائكتي
أشهدكم أني قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله. هذا الكرم الإلهي هو الذي ينبغي أن نتعامل معه بحياء من الله الذي يعامل